خطبت بدون ما أعرف. أنا خطبوك أنا ولا أنا أنت خطبت؟ كتبت لي وحدة الله يحفظك وين ما تكون، كان اسمها مشاعر، قالت لي بما أنك موجود في منطقتي تعال سلم على أبوي. قلت له أوكي. هي تسلم على الوالد، بعدها بدأت تسلم على خواته، بعدها بدأت تسلم على أخوانها، بعدين بدأوا يبون العشاء، جلست أتعشى، بعدين روحت. وثاني يوم يجيني اتصال، مبروك 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 على شو؟ أشوف السوشيال ميديا منتشر أخبار عني أني أنا خطبت الإعلامية والفنانة مشاعل الشحي. متى خطبت؟ فاتصلت عليها قلت لها إحنا مخطوبين. قالت إيه يا الغبي، مش سلمت على أبوي؟ قلت لها إيه، تعشيت. إيه مبروك أنت مخطوب. ما كنت فاهم. واحد إيش قاعد تحسب يا عبد المحسن؟ أربعة خمس أصبع. أنا قاعد أشوف كم بيت انعزمت عليه وتعشيت عندهم. أنا الآن متورط. كم مرة خطب هذا؟ كم مرة خطبت؟ وأنا ما أعرف. لا لا يعني جتك مباركات؟ لا انتظر شيء. لا بس وش العادات والتقاليد هذه اللي جالس يقول عنها السنابر أحمد خميس؟ معقول